مصابي الحمد لله على سلامتك. ايش اللي صرناك؟ ايش اللي صرناك؟ قاعدين زي ما احنا يما قاعدين بيطبخوا تم استهداف المدرسة وانتم قاعدين موجودين في داخل المدرسة؟ احنا اكثر. وهنا كان تم قصف ايضا. المنظر اللي كان موجود كيف؟ ايوه قاعدين كله كانوا قاعدين هنا في الخيام. في الخيام ها؟ لا في الغرف. في الغرف وين كان في خيام ايضا؟ كان في خيام. هنا احنا قاعدين هنا بنقعد قاعدين هنا احنا قاعدين هنا هان قاعدين. انا لسه قمت طلعت فوق ولحقنا الصاروخ فوق وبصربنا لقطه. يعني اكثر من استهداف تم استهداف المدرسه؟ اكثر من صاروخ؟ اكثر مرتين تم استهداف المدرسه بصاروخين. صاروخ فوق وصاروخ هان. صاروخ فوق وصاروخ هان. يعني هذا لقاء بسيط كان مع احد الموجودين في داخل مراكز الايواء في مدرسه ابو عربان أو مدرسة الأنروة في مخيم النصيرات. خليل الغفار لصالح التلفزيون العربي.